حلقة جديدة وموعد جديد انطلق معكم على مريم تي في. اليوم الجمعة 16 تموز 2021. بدنا نتمنى للمشاهدين اللي عم بيتابعونا نهاية أسبوع موفقة. أنا وزميلتي ريتا رح ترافق معكم على مدار ساعتين الوقت من هلأ للساعة 12 مع ضيوف وفقرات متنوعة. صباح الخير ريتا. صباح الخير لك تمارا ولكل المشاهدين يلي انضموا لنا. أكيد أنا وزميلتي تمارا منتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ومباركة بالرغم من كل الأزمات والمشاكل والصعوبات اللي عم نواجهها. أكيد منتمنى لكم ويك أند وين ما كنتوا مع مين ما كنتوا وشو ما عملتوا تكونوا عم تمضوا أحلى الأوقات. أكيد ريتا أنا بضم صوتي لصوتك وإن شاء الله كل المشاهدين وكل اللي عم بيتابعونا يكونوا عم يستمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع خاصة بظل الظروف والأزمات اللي عم نعيشها والستريس وكل هالتفاصيل. صحيح تمام ريتا، أول وقفة أنا وياك والمشاهدين راح تكون مع نصيحة قديس. في 16 تموز 1251 ظهرت العذراء مريم للقديس سيمون ستوك بدايل الرهبان الكرماليين في أليسفورد بريطانيا. حمل بإيده ثوب لونه بني وقالت له: استلم يا بني الحبيب هذا الرداء لرهبانتك، سيكون امتيازا لك ولكل الكرماليين. أي شخص يموت مرتديا هذا الثوب لن يقاسي النار الأبدية. كما وأنه ظهرت العذراء مريم للبابا يوحنا 22 وقالت له: كل من يرتدي هذا الثوب ينجو من عذابات المطهر في السبت الأول الذي يلي موته. ريتا، مثل ما بتعرفي الأحد الثالث من تموز دايما بيسقب عيد القديس شربل، يعني هذا الأحد ب 17 تموز 2021 رح تكون عم تحتفل الكنيسة بعيد القديس شربل. حلو تمارا، أكيد أنا بهالعيد المبارك بتوجه للمشاهدين كل المشاهدين الحاملين اسم شربل ينعاد عليكم، وإن شاء الله مار شربل بيحميكم وبيحمي لبنان وبيحمي جميع المواطنين يا رب. أكيد أنا بضم صوتي لصوتي ومتوجه ومنعيد كل الأشخاص اللي بيحملوا اسم شربل. وبالمناسبة رح يكون في إحياء لذكرى أو عيد القديس شربل بكنيسة مرمرون من هلأ ل 31 تموز. من بعد فقرة نصيحة قديس رح انتقل أنا وياكي والمشاهدين لنتعرف على شو ريتا، على كيف رح يكون الطقس بنهاية الأسبوع. صحيح تمارا، مشاهدينا طقس يوم الجمعة 16 تموز 2021 طقس مشمس ومشرق مع حرارة عم تسجل 31 درجة ورياح جنوبية غربية بتبلغ سرعتها 19 كيلومتر بالساعة. أما طقس يوم السبت أول أيام الويك أند السبت 17 تموز 2021 فمكمل معنا طقس مشمس ومشرق مع حرارة 31 درجة ورياح جنوبية غربية بتبلغ سرعتها 11 كيلومتر بالساعة. أما طقس نهاية الويك أند طقس الأحد 18 تموز 2021 فبتتراجع درجات الحرارة درجة لتسجل 30 درجة مع طقس مشمس ومشرق ورياح جنوبية غربية بتسجل 7 كيلومتر بالساعة. يعني يا ريتا عم نشهد هذا الأسبوع وموجة شوب مكفية معنا لأسبوع الجاي، بتحس الصيفية هلأ بذروتها. وبالمناسبة مصلحة الأرصاد الزراعية مشاهدينا عم بتحذر من الحرائق بكل لبنان. فأكيد نحن بندعي الكل يكونوا على حذر ويكونوا على جهوزية تامة لإطفاء الحرائق بحال حدوثها. وكمان ريتا بظل موجة الشوب والحر اللي عم نعيشها كمان في احتمالية كبيرة اللي يكون في حريق للسيارات، فنحن بندعي المشاهدين يكونوا دايما اخذين الحيطة والحذر من هذا الموضوع، ما يتركوا قصص أو أدوات قابلة للاشتعال بالسيارة ريتا. أنه كمان ما يكونوا عم يصفوا السيارة بكتير محل شوب يكونوا عم يغطوها،
وكمان مفروض دايما يكونوا عم بيكيفوا السياره او عم يدخلوا الهواء عليها. وكمان نصيحه مهمه لكل الاشخاص المدخنين انه ما يكونوا عم يدخنوا بقلب السياره، ما بتعرفي طبيعي. كمان معقول شيء صغير يعمل حريق بالسياره. وكمان نصايحنا الدايمه ريتا اللي هي بتتعلق بكورونا ونصايح الوقايه من الشمس، فبدنا نذكركم انه فيروس كورونا بعده موجود معنا حتى هلا المتحور الهندي دلتا، مفروض انكم تكونوا عم تتوقوا وتاخذوا الاجراءات الوقائيه التامه مشاهدينا، من كمامه لمسافه امنه لغسل الايدين، وكمان انكم تكونوا عم تتوقوا من حراره الشمس المشرقه والخارقه، خاصه هلا رح تكون قويه ريتا، انه يكونوا دائما عم يحطوا السان سكرين الكاب واكيد عم يشربوا كثير مي. من بعد فقره الطقس رح نروح انا وياكم مشاهدينا مع جوله بالاخبار مع فقره المتفرقات. مشاهدينا اليوم عم يقام صلاة متحدة او يوم حج عالمي بمزار سيدة لورد بفرنسا. نحن بدنا نشرك صلاتنا ريتا اكيد مع المتحدون اللي عم بيصلوا بمزار سيدة لورد، اللي عم نشوف بهيدي الاثناء مشاهد مباشرة من فرنسا. ويوم الصلاة كمان مستمر كل النهار بمزار سيدة لورد بفرنسا. حلو تمارا، اكيد قد ايه نحن بحاجة لصلاة ولا ايمان ولا رجوع للذات، لحتى هيك كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها بتصير أخف علينا بالصلاة. أكيد يعني نحن بنتمنى أنه تكون هذه الصلاة عم بتخفف أعباء على العالم كله اللي عم يمرق بظروف صعبة ريتا، وكمان أكيد. نتمنى أنه أعجوبة تصير عنا بلبنان بدل هالظروف القاسية اللي عم نعيشها، والصلاة هو أكيد ملجأنا الوحيد. أكيد تمارا. من بعد الصلاة شو محضرتينا ريتا بخبرنا الثاني؟ يعني تمارا أنا بدي خبرك خبر كتير حلو، تفاصيل ملهمة وإبداع ما له حدود، هيك بقدر أوصف القلعة الرملية الشاهقة بالدنمارك يلي رح نحكي عنها بهالخبر. هالقلعة اسمها قلعة كورونا، هي إنجاز تاريخي مصنوع من الرمل. هالمنحوتة الرملية تم بنائها بالدنمارك خلال مهرجانات النحت الرملي، وهيك حطمت الدنمارك الرقم القياسي ببناء هالقلعة يلي بيبلغ ارتفاعها 21 متر. وقام ببناء هالقلعة أحد الفنانين الدنماركيين بمساعدة 30 من أشهر نحاتي العالم، وأخذت هالقلعة الرملية شكل هرم، واستلهم فكرة تفاصيلها من جائحة كورونا يلي عصفت بالعالم. وتم تدعيم القلعة بنسبة من الطين والسمخ حتى تعيش لفترة أطول، وأكيد من المتوقع أنه تبقى حتى نهاية موسم الثلوج، أي حتى شهر فبراير أو مارس القادم. يعني هالكورونا ريتا ولدت الإبداع عند بعض الأشخاص، ومثال الخبر اللي ريتي قديش مهضومة الفكرة. فعلا تمارا مثل ما قلتي، يعني ولدت إبداع، و يعني كان هالهرم ابداع جدا راقي، استلهم من هالجائحه اللي صرح عمرها سنتين. صحيح معنا. صحيح. بخبرنا الثاني للاسف ريتا هو خبر من الواقع، بحيث اكد مشاهدينا تجمع اصحاب الصيدليات انه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمه المرضى، معلنا التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم الجمعه، يوم يعني 16 تموز 2021، لحين إقرار وزارة الصحة لجدول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات ليتمكنوا من الاستمرار برسالتهم. يعني خبر من الواقع ريتا، اليوم أكيد أنت وجاي شفت معظم الصيدليات مسكرة للأسف بسبب اللي عم بيعانوه هذه الفترة، فهلأ رح تكون مسكرة لكن تأمن الحماية ولحين إقرار وزارة الصحة لجدول ما مؤشر الأسعار. صحيح تمارا، يعني الصحة هي أولوية وهيدي كارثة يعني طبية. صح. إن شاء الله يا رب تتحلحل الأمور جمعة الجاي، لحتى الناس يعني ما فيها الناس تقعد بلا دواء. أكيد. فإن شاء الله أكيد صلواتنا اليوم كلها مركزة على لبنان لحتى. صح. نكون بأفضل الحالات يا رب. بالمناسبة ريتا، يعني المجتمع المدني والمبادرات وبعض الأشخاص بالمجتمع عم بيقوموا بأعمال خيرية رائعة بتأمين الأدوية، يعني من رحم الأزمة عم بيولد
كتير مبادرات ليكونوا عم بيأمنوا الأدوية للناس. تعرفي في أشخاص ما فيها تكون عم بتعيش من ولا بلا دواء معين، صحيح. ففي أشخاص أكيد مشكورين على جهودهم، وجمعيات عديدة بالمجتمع عم بتقوم بواجبها لتأمن الأدوية. وبالمناسبة مشاهدينا أكيد رح يكون معنا وقفة مع أحد هيدي الجمعيات خلال هيدا اليوم. بخبرنا الثالث والأخير ريتا، شو محضرتي لنا؟ خبرنا التالي تمارا حلو بيتعلق بالأميرة ديانا. مشاهدينا، مين منا ما بيحب الأميرة ديانا؟ مين منا ما انغرم فيها؟ ومين منا ما زعل على حادثة موتها؟ مشان هيك بمزاد علمني تم بيع فستان سهرة ارتدده الأميرة ديانا وهي عم ترقص مع الممثل جون ترافولتا بالبيت الأبيض عام 1985 بأكثر من 280 ألف دولار، واشترته مؤسسة خيرية ترعى قصرا كانت بتسكنه الأميرة الراحلة. يعني أخبارك كتير مهضومة لايت وفريش ريتا، بس بتعرفي عايشين بواقع مرير، ما فينا نكون إلا عم نقطع قصص من الواقع، بس بتنقلينا لعالم الخيال، عالم الأميرات ريتا. من بعد فقرة المتفرقات ننتقل أنا وياكم مشاهدينا لقرية اليوم. اليوم رح نحكي عن قرية لبنانية بتتميز بجمالها الطبيعي وقرميدها الأحمر وتاريخها العريق. هالقرية فازت بلقب أجمل بلدة لبنانية مرتين وصارت تعتبر مقصد للسياح. هالقرية هي دوما الموجودة بقضاء البترون مشاهدينا بمحافظة الشمال. تبعد دوما عن بيروت حوالي 80 كيلومتر وبترتفع عن سطح البحر بين 900 و 1200 متر. إذا كنتوا حابين توصلوا لدوما مشاهدينا من بيروت، فبيروت، جونية، حالات، جبيل، البترون، داعل، كفر حلدة، بيت شلالة، وصولا إلى دوما. بيقول بعض المؤرخين أنه اسم دوما أصله فينيقي وبيعني الراحة والسكون والهدوء. وبتحتوي دوما على العديد من البيوت التراثية و17 كنيسة مثل ما كنا عم نشوف بالصور، ودير معظمها أثري وبيعود للقرون الوسطى. منبلش بأكبر كنيسة بدوما واللي هي الأساس، وهي كنيسة سيدة النياح يلي بنيت سنة 1610. ورح نحكي كمان مشاهدينا عن دير مر نهرة اللي بتضلله شجرة كبيرة من السنديان بتعود لمئات السنين وهي من عمر الدير. اشتهرت دوما مشاهدينا بزراعة الزيتون وإنتاج الزيت يلي بيعتبر أعظم زيت بلبنان، واشتهرت أيضا بصناعة راحة الحلقوم اللي بتعتبر من أشهر صناعات البلدة. تتميز هالقرية الرائعة بوجود سوق تراثي قديم بضم 125 محل تجاري بيحتوي البعض منا على المونة البلدية بالإضافة لبوزة الزحلاوي المشهورة بدوما. وبتواجد بالسوق القديم كمان مشاهدينا سينما أثرية افتتحت سنة 1951 وكانت ملتقى الشباب بدوما، وشهدت على عروض أفلام كبيرة مثل فيلم سفر بلك وفيلم عنترة وعبلة. يعني قديش حلوة هالجولة اليوم مع دوما ريتا؟ كتير حلوة، وأكيد تمارا بندعي كل المشاهدين إذا صار لهم الفرصة أنه يزوروا دوما، هي من أجمل المناطق بلبنان فعلا مثل ما حكيت عنها تمارا. صحيح. من بعد دوما والجولة بالشمال ننتقل أنا وياك ريتا والمشاهدين مع نصيحة طبية. ريتا، شو محضرتي لنا اليوم بفقرة نصيحة طبية؟ تمارا، اليوم رح نحكي كيف فينا نحمي حالنا من أشعة الشمس خاصة بفصل الصيف وبموسم البحر. موضوع جدا مهم. جدا مهم، وكنت حضرتي كمان ذكرتي عنه. صح. مشاهدينا، مين منكم راح على البيسين أو على البحر وما إجا وما احترق؟ كلنا منروح على البيسين وعلى البحر وما بناخد الوقاية اللازمة ونجي محروقين، خاصة هالسنة في أشعة شمس كتير قوية. فمشان هيك أنا رح أعطيكم نصايح إذا احترقنا شو فينا نعمل. أول شيء، أنتوا راجعين من البحر أو من البيسين لازم تمرقوا على أقرب صيدلية تاخدوا أفتر سن. تاني شيء، بس توصلوا على البيت لازم تاخدوا حمام مي فاترة، ما تكون مسقعة كتير ولا تكون سخنة كتير. وأكيد من بعد الحمام لازم ترطبوا بشرتكم بكريم الترطيب، أول شيء بتبوردوا وتاني شيء بخفف من التقشير. وأكيد مشاهدينا بدي أذكركم، إذا ورمت جلدتكم أو أحمرت أو عبيت مي، ما تفقوا المي اللي موجودة فيها، ساعتها منتوجه عند الصيدلة أو الطبيب لحتى ناخد دواء للحرق.
مشان هيك معايير السلامة كتير مهمة لأشعة الشمس، وننتبه لحتى ما يصير في عنا حروقة بالجلد. أكيد تمارا. يعني هلا هيدا موسم الحروقة والعالم كتير بتحب تكون عم تعمل تانينج ريتا، بس ما بتاخد بعين الاعتبار إنه تكون عم تأذي الجلد أو حتى عم بيحسوا بأوجاع. فمندعي كل المشاهدين إنه يكونوا عم ياخدوا التبس اللي بنقدم لهم إياها بعين الاعتبار. من حروق الشمس ننتقل أنا وياكي ريتا والمشاهدين لنصيحة للطلاب مع ديفيد بعقلينة. مين منا ما عنده تليفون أو لابتوب أو آيباد؟ ومين منا منه منزل ألعاب تيتسلى؟ بالفترة يلي عم تتحضر فيها للامتحانات بتعد عن كل شي بيسبب إرهاق للدماغ، ومن الأفضل إنه ما يكون في عندك بالغرفة أي وسيلة إلهاء، لأن بكل بساطة تشغل البال ورح تصير كل شوي بدك تشوف الواتساب وتفوت على الإنترنت أو تلعب شي لعبة، وهيدا ما رح يخليك تركز ورح يأثر سلبا على درسك. صب اهتمامك على درسك وما ترد على حدا خلال النهار. تواصل مع رفقاتك المساء أو تسلى بشي لعبة بعد ما تخلص درسك ولوقت كتير قصير، طالما أنك ماشي على برنامج يعني ما في شي لازم يلهيك، لأن أي خلل بالبرنامج يعني تأخير بالدرس. بشوفكم بنصيحة جديدة. يعني مشاهدينا قديش مهمين هول النصايح للطلاب، ونتمنى اكيد على كل الطلاب ريتا انه يكونوا عم يخطوهم بعين الاعتبار، خاصه هلا باجواء الامتحانات اللي بنتمنى لهم كل التوفيق للطلاب. ريتا من بعد النصايح للطلاب بدنا ننتقل انا وياكي والمشاهدين للفقره الاخيره بصبحيتنا واللي هي نصايح رياضيه مع ميلاد جرجس، ومن بعدها رح نبلش باستقبال ضيوفنا. ما تروحوا لمحل مشاهدينا. مرحبا، اليوم رح نحكي عن نصائح غذائية وكيف فيكم تاكلوا بطريقة صحيحة وقد ما فيكم توطوا كالوريز كمان تاخذوا نتيجة كتير منيحة من وراء التمرين. أهم شيء بنبلش فيه إنه وجباتنا بيكون مقسمين على 5 أو 6 وقعات بالنهار حسب النهار يكون قد طويل. مبدئيا فينا نبلش بخمس وجبات بالنهار، 3 أساسيات اللي هن الترويقة والغداء والعشاء، واثنين هن سناكس. السناكس عبارة عن وجبة خفيفة الكالوريز تبعها أو السعرات الحرارية تبعها كتير واطية، بس إنه عم نقطع فوت فيها شوية بروتين شوية كاربس، إذا بدكم نتفت فات فيها ما أنا مشكل، ما فينا نحاسب حدا. أهم شيء بس إنه فينا نبلش بالترويقة، لازم تكون مبنية على lot of carbs أو كربوهيدرات مثل النشويات مثل الرايس كيك مثل الأوتس مثل الكورن فليكس، واكيد بيكون مع بروتين مثل بياض البيض بتخفف الصفار لانه فيهم كوليسترول وفيهم فات. بالنسبه للغدا، الغدا كمان اكيد كثير منيح، فيكم تاكلوا شو ما في بالبيت، طبخ خففوا فيه الرز، خففوا فيه القصص المعقول تنصحكم، مثلا اذا عامله امكم او انتم عاملين بيتزا او برجر او فيهم فاست فود لازم نخففهم، نخفف الصوص قد ما فينا كمان، هول القصص اللي بنصحونا بلا سبب. نرجع ننتقل لاخر شيء للعشاء، العشاء تبعنا كمان في يكون مبني على وجبه بس ما فيها كثير سعرات حراريه، فيها بروتين، اذا عم نتمرن بعد التمرين ورحنا تعشينا اتس فيري جود تو هاف بيرفكت دينر فول اوف بروتين وسعرات حراريه خفيفه، واذا كثير جعنا قبل ما ننام فينا نشرب كوبايه لبن او نشرب مي كمان تنعبي البطن. وهيدي كانت نصيحتي لكم، بشوفكم نصيحه جديده، باي. في تموز 16 من كل عام يحتفل المسيحيون في عيد مريم العذراء سيدة جبل الكرمل. تأخذ الرهبانية الكرملية اسمها من جبل الكرمل في الأراضي المقدسة في فلسطين، وهو أول مكان مكرس للعذراء مريم، حيث بنيت أول كنيسة صغيرة إكراما لها وتزامنا مع انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. انتخب القديس سيمون ستيرك رئيسا عاما للرهبنة الكرملية، وكان بدوره متعبدا لأمنا القديسة ما ساهم في ازدهار هذه الرهبنة.
اتخذ تاريخ تموز 16 عيدا رسميا لهذه الرهبنة قبل ظهور العذراء مريم في هذا التاريخ للقديس سيمون، حاملة له في هذا اليوم ثوبا كتفيا بني اللون، وقالت له: استلم يا بني هذا الرداء لرهبنتك، سيكون امتيازا لك ولكل الكرمليين، وأي شخص يموت مرتديا إياه يقاسي النار الأبدية. ولأكثر من 700 عام ظل ثوب سيدة الكرمل أحد أثمن العطايا، فمن يرتديه يدرج اسمه في هذه الجمعية المقدسة ويدعى ليشارك في كل الأعمال الروحية التي يؤديها المكرسون في الرهبنة. فيا زينة وجمال جبل الكرمل، أنت التي منحت حنانك المميز إلى كل من ارتدى ثوبك المبارك، انظري بمحبة إلي وغطني بغطاء من الحماية الأمومية، قوي نقاط ضعفي بمقدرتك الكبيرة، وأنيلي ظلام فهمي بالحكمة، زيد الإيمان والأمل والخير في داخلي، زيني روحي بالنعم الإلهية والفضائل التي ستجعلني مقبولا وموضع سرور لك ولابنك السماوي. ساعديني خلال أيام حياتي وعزني في ساعة موتي، وقدميني إلى الثالوث الأكثر قداسة كخادمة مكرسة له، لنمجدك ونبارك الرب في السماء إلى الأبد. آمين.